مساء الخير سما، مساء الخير للجميع. أهلا ومرحبا بكم، يسعدنا دائما أن نستقبلكم في هذا البيت الدافئ بوجودكم وبحضوركم، بيت الصحافة، بيت وقبلة كل الشخصيات البارزة في المجتمع المغربي. فأهلا بكم جميعا، وخاصة اليوم وأننا في عيد وطني، هي الذكرى 49 لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية طبيعة الحال، وعيد المسيرة المغفرة. في هذا العيد هي مناسبة لنا جميعا أن نجدد طبعا الأمجاد والاحتفالات، ونتذكر جيل المسيرة وإنجازاته، ولكنه أيضا جيل، أو على الأقل هي ذكرى دائما مليئة في كل سنة من احتفالاتنا السنوية بالتحديات. وقضية الصحراء المغربية، قضيتنا الأولى، هي الأخرى، تشهد تطورات على الساحة الدولية والإقليمية، ومن اللازم أيضا مع هذه الاحتفالات والانتشاءات بالانتصارات التي حققتها مملكتنا على جميع الأصعدة، أن نقف أيضا نحن على المستوى الداخلي في لحظة من التأمل، ولحظة أيضا من الوقوف عند الإنجازات، وكذلك أيضا معرفة التحديات. واختار بيت الصحافة مشكورا اليوم أن تكون مسألة الترافع الإعلامي عن قضية الصحراء المغربية. لماذا مسألة الترافع الإعلامي بالذات؟ وما التحديات المطروحة اليوم أمام هذا الجسم الإعلامي المغربي؟ وبأي آلية سيترافع هذا الجسم الإعلامي؟ هذه كلها أسئلة سنكون ممتنين جدا لمناقشتها ومحاورتها مع ضيفين من كبار الشخصيات الفكرية، وأيضا شخصية بإنجازاتها. أحدهما تعرفونه عز المعرفة، وزير للإعلام سابقا، وأيضا إطار من إطاراتنا الحزبية والسياسية، الأستاذ مصطفى خلفي. أهلا ومرحبا بك. مرحبا، شكرا. وأيضا على يساري شخصية تخرجت على أيديها الكثير من الإطارات المغربية، أستاذ جامعي في العلاقات الدولية، ولا حاجة لي أن أعرفه بين جمهوره طبعا من أهل طنجة. أستاذ العلاقات الدولية، سيكون من الأجدر طبعا أن يضعنا في سياق مزدحم، سياق تعرفونه، بدتم تعرفونه اليوم أكثر من أي وقت مضى، يشهد تحولات في عالم يتبدل، وعالم يحتدم للأسف شديد ويتعقد يوما بعد يوم. أين نحن من هذا العالم المعقد، من هذا العالم الذي يشبك علاقات جديدة وتحولات جديدة؟ قضيتنا الوطنية هي الأخرى، معنية بشكل مباشر بهذه التحولات وهذه التعقيدات الجيوسياسية. أرجو منك أستاذي محمد الغربي أن تعطينا توطئة لملف الصحراء المغربية، وإن صح التعبير أن يكون هذا تحيين لتطورات هذا الملف على الصعيد الدولي، قراءة في تقارير آخر تقرير، وأيضا هذه التحديات الجيوسياسية للملف. شكرا للأستاذة الإعلامية الشهيعة التي عرفتها سمعا واليوم ألتقي بها مباشرة، وهي على حدودي، تتوسطني أنا ومعالي وزير الاتصال في حكومة الأستاذ عبد الإله المكيان، الزميل مصطفى الخلفي، وأول لقاء كان لي بهذا الإعلامي معالي الوزير كان في عام 2007 حينما التأمنا في ندوة للجمعية المغربية للعلوم السياسية، وكان رئيس الجمعية حينئذ أستاذنا جميعا الدكتور عبد الله السعد. أنا أرى من باب الأدب واللياقة والدبلوماسية، وليس لهذا وليس لأول مرة أقول هذا الكلام، ربما لساني مع شخصية تنتمي لنفس الحزب، حزب العدالة والتنمية. في ندوة جمعتني بالأستاذ سعد الدين العثماني، وكانت تحت عنوان تداعيات الإرهاب الدولي في عالم ما بعد 11 من أيلول، شتنبه من عام 2001 بمدينة الدار البيضاء،
سلمني رئيس الجلسة الكلمة، وقلت له من باب الأدب واللياقة أن يتقدم السيد الأمين العام للحزب قبل الأستاذ الجليل. والله يحب العبد الملحاح، سأكرع نفس الإلحاح وإن طلبت مني المتدخلة أن أكون المتدخل الأول بصفتي الجامعية والأكاديمية، ولكن أرى في نفسي حرجا من باب الأدب وأنا أستاذ لصريح الفكر السياسي، وأعلم الأحكام السلطانية للمواضي، وأعلم نظرية الوزارة، وأعلم نظرية الوزير. لذلك قلت في مستهل مداخلتي أننا أمام معالي الوزير، كان مواعسا أو كان سابقا، ومن ثم فالكلمة ستكون لمعالي الوزير، وبعد ذلك سأتدخل أنا وأتحصى إن كسرت القاعدة وقلبت الطاولة، ولكن علميا وأدبيا على التي تتعقص هذه الجلسة العلمية، لأن من أدبي وأخلاقي أن أتبع القواعد المتعارف عليها عرفا قبل أن تكون قانونا. هذا من تواضع العظماء ولا سلطة لي، كنت في تنسيقي من باب المنهج والنظري أن نتعرف أولا على تطورات الملف وضرورة وحتمية المتواجدين معنا أن نضعهم في صورة من تطورات الملف على الصعيد الدولي خاصة، وأن القرار الصادر مؤخرا تفصيلنا عنه فقط أيام، الكثير من السادة الحضور اليوم لا يعرفون حتى قراءة بنود هذا يعني التقرير، وكثير من تفاصيله، ويقولون أيضا التفاصيل أو الشيطان يكمن في التفاصيل، وكثير من أمور هي نحتاج اليوم كمجتمع مدني كشعب مغربي أن نعرف كل هذه القرارات الأممية التي تصدر، وللأسف الشديد في بعض الأحيان لا نلقي لها بالا، وعندما تأتي الأدوار ونأتي بمحللين سياسيين يقول لك لا صدر هذا في البند الفلاني في الزمن الفلاني، وحينها لم يقرأ القراءة التي كان من المفروض أن تقرأ. على إيه؟ شكرا لك. سأتوجه إليك اليوم، نبحث في موضوع بصلة مباشرة بما كنت تمارسه عندما كنت مسؤولا حكوميا، وبكل أمانة أستاذ مصطفى الخلفي، اليوم القضية الوطنية في مرحلة مفصلية، تشاهدون وسائلنا الإعلامية مرئية مسموعة مكتوبة، أريد أن أسمع وجهة نظر من كان مسؤولا حكوميا عن أدائنا نحن الجسم الإعلامي، هل نترافع بالصورة التي ينبغيها الملف وظرفية وحساسية الملف؟ 10 دقائق قليل للإجابة عن هذا السؤال. أولا حقيقة موقف الأخ العزيز سي غريب خجلني، لأن أنا شخصيا أشاطر رأي الأستاذة المسيرة في أن نسمع قراءته كأستاذ للقانون الدولي وأستاذ للعلاقات الدولية، لكن مع إلحاحه ثم مع سؤال الأخت، أولا حتى نستطيع تقييم أداء الإعلام، وإن كان أنا كنت أفضل الإعلام، ولكن أتحدث شخصيا عندما كنت في الوزارة أطلقت مبادرة الترافع الرقمي لحول القضية، يعني بشكل أخص ما هو رقمي، ولكن حتى نستطيع الحديث أين نحن من القضية اليوم. قضية الصحراء المغربية مرت بمراحل، هنالك المرحلة التي سالت الاستقلال ومن عناوينها خراج جيش تحرير الجنوب في خوض معارك انتهت بمعركة إيكوفيون عندما تدخلت فرنسا وإسبانيا لإفشال عملية تحرير الصحراء المغربية، وكان أيضا بموازاة ذلك حدثين هامين، مؤتمر أم الشقاق الذي اجتمعت فيه القبائل الصحراوية وقامت بالقدوم قبل ذلك القدوم إلى الرباط من أجل تهنئة جلالة الملك محمد الخامس رحمة الله عليه على عودته من المنفى، ثم خطاب حميد الغزلان في 1958 كان واضحا
في إطلاق ورش استعادة الصحراء المغربية واسترجاعها. جاءت 63 وضع الملف بين يدي اللجنة الرابعة، في بعده 65 توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصية جد هامة توصية 2072 ل 16 نوفمبر 1965، والذي وضع إسبانيا أمام مسؤوليتها إنهاء الاستعمار والتفاوض من أجل إعادة سيدي إفني والصحراء، آنذاك كانت تسمى الصحراء الإسبانية. ثم جاء قرار محكمة العدل الدولية 75، ثم المسيرة الخضراء. هذه مرحلة. بعد هذه المرحلة من نوفمبر 75 انطلقت مرحلة ثانية، وهي ترسيخ وتأكيد عملية الاسترجاع عسكريا تنمويا وسياسيا ودبلوماسيا، وامتدت إلى غاية 87 88 حتى 90. كانت مرحلة وفعلا مرت فيها محطات، محطة 79 معارك بئر أنصران والسمارة والأقا وجبل وركزيز وغيرها، المحباس وغيرها، والمحباس وغيرها، يعني معارك متواصلة. تكرس الواقع وأفشل مشروع إنشاء دويلة انفصالية في الجنوب الصحراء المغربية بالعمليات البطولية التي كانت في النصف الثاني من السبعينيات من 79. بعد هذه المرحلة انتهت باتفاق وقف إطلاق النار وبدء عملية التسوية الاستفتاء. هذه المرحلة امتدت عمليا إلى غاية 2001، عندما أعلنت الأمم المتحدة أن إمكانية تصبيح الاستفتاء مستحيلة. لماذا؟ لعدم القدرة في البت، عدم القدرة الأمم المتحدة، عدم قدرتها في البت في الطعون التي قدمت، أزيد من 150 ألف طعن على 84 القائمة الأولية التي أعلنت في 99 ألف ديال 84 ألف. وآنذاك في تلك القائمة الأولية ثبت أن غالبية ساكنة الصحراء موجودين في الأقاليم الجنوبية وليسوا في المخيمات، وهذا ضد القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية التي اعتبرت الساكنة موجودة في المخيمات وليس. المهم أنه في تلك الفترة الأمم المتحدة أعلنت عدم القدرة على تنظيم الاستفتاء ودعت إلى البحث عن حل سياسي. كانت المحاولات الأولى لجيمس بيكر، محاولة 2001، محاولة 2003، وبينهما طرح مشروع التقسيم ورفض. ومشروع التقسيم طرح بعد زيارة الرئيس الجزائري آنذاك بوتفليقة إلى لقاء جيمس بيكر في هيوستن، في التقاو في مؤسسة جيمس بيكر، وصرح عليه أن الحل يكمن في التقسيم، وهذا ضد الرأي الجزائري الذي كان يقول نحن ندافع عن تقرير المصير. هل من يدافع عن تقرير المصير يقترح التقسيم؟ وجاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 2002 الذي قال أن الجزائر رسميا الجزائر ترحب وتقبل بهذا الاقتراح. هذا كان فيه ضرب قوي. هذه المرحلة ثاني، يعني عندنا مرحلة ما قبل المسيرة، عندنا مرحلة المسيرة وتثبيت الوجود، وعندنا المرحلة ديال الاستفتاء، ثم جاءت المرحلة ديال الحل السياسي. وابتدأت من 2007 عندما تقدم المغرب بمقترح حكم ذاتي، لأنه في السابق في 2001 الفكرة كانت مطروحة، فكرة حل سياسي، وأن المغرب باعتباره كما قال الأمين العام سلطة إدارية يمكن أن يتقدم، ونحن لسنا سلطة إدارية، راه كاين واقع فعلي. هذه المرحلة الثالثة يعني أعطت ولادة المرحلة الرابعة، بدأت مع تقدم المغرب بالحكم الذاتي. كانت مباحثة أولى قادها بيتر فالسون، بيتر فان فالسون، مما سمي بمفاوضات مانهاست الأولى 2008-2009، فشلت. جاء بعد ذلك كريستوفر روس، جاء بعد ذلك كولر، وحاليا كانوا مبعوثين، ثم حاليا جاء ديمستورا. في هذا المسار، هذه المرحلة، يمكن نقول المرحلة ديال البحث عن حل سياسي عمليا انتهت في 2020، 2019-2020.
2019-2020 دخلنا إلى مرحلة جديدة. هي الإرهاصات كانت قبل، ولكن 2019 كان مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد المستدام وتعديل اتفاق الشراكة في الفلاحة. رسميا البرلمان الأوروبي يقول المنتجات القادمة من الصحراء المغربية تستفيد من امتيازات اتفاق الشراكة. 2019 المغرب صادق على قانون الحدود البحرية الإقليمية والقانون للمنطقة الاقتصادية الخبيصة، وتم إدماج المجال البحري في للصحراء المغربية ضمن مجال قانوني الذي يخضع السيادة المغربية بشكل رسمي، لأن ظهير 1973 كان قبل استعادة الصحراء المغربية. المهم عندما حصل ذلك الأمر قدمنا الملف للأمم المتحدة، جاءت بعد ذلك عملية فتح القنصليات، ثم تأمين معبر القرقرات في نوفمبر، ثم الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ثم بعد ذلك الموقف الإسباني، موقف الألماني، ثم الموقف الفرنسي. هذه المرحلة التي انطلقت 2019-2020 هي المرحلة. إذن عندما نشخص هذا المسار اللي بدأ في نهاية الخمسينيات، يعني يمكن الرحلة بمؤتمر الشقاق، أم الشقاق، هذه منطقة ضحية ديال ديال طرفايا، يعني مور العيون وطرفايا جمعت كل القبائل، واحد المسار طويل. في هذا المسار كان الإعلام عنده دور أساسي، وعندما أقول الإعلام الذي يتفاعل مع تحولات المحيط. أجيب على السؤال، هل دور الإعلام في هذه المرحلة كافي؟ لا، يعني نواجه تحدي كبير على مستوى تعاطي الإعلام. كيف تراه أنت؟ نواجه تحدي تعاطي الإعلام مع القضية لم يرقى بعد إلى المستوى الذي يتمكن عبره من مواجهة التحديات، وسأقول لماذا. تحديات اليوم ليست تحديات الفرس. أعطي مثال بسيط، 2013 كان مهرجان الدولي لسينما حقوق الإنسان في جنيف، وجدنا مشكلة في إيجاد فيلم وثائقي يمكن أن ينافس ويقدم صورة ويواجه الفيلم الذي تقدم به خافير باردين ممثل إسباني أبناء السحر، والذي عرض. نعم بعد ذلك عدت وشكلنا لجنة واعتمدنا صندوق لدعم الأفلام الوثائقية حول الصحراء، وأحدثنا مهرجان، واليوم سنويا هناك 15 مليون درهم تخصص لكذا. ولكن نعم بدأنا في بعض المهرجانات نحضر، ولكن الوتيرة التي يشتغل بها خصوم الوحدة الترابية وتيرة أسرع. وعندما أقول خصوم لا أقصد يعني البوليساريو، الأمر أكبر، لأنه في إحدى الحالات كانت عندنا معركة، كان عندما أقول الإعلام نحكي قصة ثانية حصلت في دجنبر 2012 وماي 2013، هذه المؤسسة الدولية للنساء للإعلام Women Media International Foundation، هذه منظمة موجودة في واشنطن، تلقت دعم مالي من مؤسسة اقتصادية ضخمة. هذه المؤسسة التابعة لأحد كبار الإمبراطوريات الاقتصادية في أمريكا، وأعلنت تقديم منح لمن يقوم بتغطية واقع الصحراء المغربية، وأن يذهبوا إلى، واتصلوا بي وأنا آنذاك وزير الاتصال، هيرالد تريبيون، كريستيان ساينس مونيتور، البوستن جلوب، الغارديان، الواشنطن تايمز، يعني وفد ضخم جاء على مرحلتين، ومقالته منشورة، والتمويل من هذه المؤسسة المالية هي وقف تابع لمؤسسة مالية هاوارد فونديشن إذا لم تكن للذاكرة، ومولوا أيضا جائزة حوالي 60,000 دولار إذا أيضا لم تكن للذاكرة لجائزة لأحسن صورة حول المعاناة في مخيمات تندوف.
معركة إعلامية، وفعلا جاء الوفد وترافعنا معه ونظموا لقاء في في يوليوز 2013 في مقر المتحف الأمريكي، متحف الصحافة الأمريكي في واشنطن، حضرت له وترافعنا وواجهنا، لا لأننا وجدنا أنفسنا إذا حملة تضليل، حملة تزييف للواقع. نعم كان الجو هو أن ننفتح ونتحاور، وربحنا جزء من المعركة، أن معركة الإعلام هي معركة الحقيقة، يعني معركة الواقع، لكن الصوت الذي وجدنا هو صوت الطرف الآخر، واضطررنا لمواجهته. ولكن لا يمكن للحكومة، للسلطة التنفيذية كسلطة تنفيذية، أن تكون في مواجهة الإعلام. هذه مسألة تحتاج إلى ترافع إعلامي متبادل. وفي هذه الواقعة التي كانت فيها منصات دولية، نعم أنا من التشخيص ديالي لذلك السبب طرحت فكرة الترافع الرقمي وأصبحت قضية، والآن مؤسسات جامعية تشتغل فيها وبرامج موجهة للإعلاميين، ولكن آنذاك برزت الصورة، الصورة بوضوح. الآن في أذكر في دجنبر 2012 أيضا طرحوا مبادرة إعلامية من أجل إطلاق حملة إعلامية تواكب مشروع طرحته مؤسسة كينيدي لحقوق الإنسان في بوسطن. في هذه مؤسسة كينيدي طرحت مبادرة لتوسيع اختصاصات المنصة، وعملت على أن تواكبها إعلاميا، فنشروا مقال في موقع CNN موجود. إذا يعني مؤسسة كينيدي، يعني كينيدي فونديشن مع الصحراء، ستجدون ذلك المقال. ويقولون مثلا بعثة المينورسو هي البعثة الوحيدة في العالم من بعثات الأمم المتحدة التي لا تراقب حقوق الإنسان. وكان الجواب الذي نشر في إطار حق الرد في تلك المنصة ما هو؟ هذا القول خطأ، لأن هنالك 5 بعثات من أصل 12 بعثة لا تراقب حقوق الإنسان، وكان يكفي أن يتم بحث عبر الآليات التي يتيحها القانون الدولي، والعودة إلى منصة الأمم المتحدة الخاصة ببعثاتها في العالم، وأن تتم العودة إلى كل قرار بقرار. هذا العمل اضطرنا للقيام به، لأن التحدي آنذاك كان مطروح. هذا أحد الأسباب التي دفعت إلى أن نشجع الجامعة للشفاء، حتى يعني يصير ضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية بواحد العمل لمفروض البحث العلمي ومراكز التفكير تقوم به بشكل أولي. لهذا السبب عندما وجهت لي سؤال صريح قلت لي هل الإعلام كيف؟ لا، لم يرقى به. نعم هنالك جهود لا يمكن تنفيذها، بدلت رصدت لذلك أوراش، لكن يبقى الإعلام مستقل، ولا بد من أن نعتبر أن القضية قضية الجميع. اليوم ما هي التحدي الآن؟ هذا سعيد كبريت عندما وجه لي الدعوة يعني نوهت بهذه الفكرة. لماذا؟ اليوم أنا تحدثت عن المراحل القضية، ولكن المرحلة الآن من بعد خطاب المسيرة الأخيرة عندنا 3 ملفات مطروحة بوضوح. عندنا ملف مرتبط بالجبهة المغاربية، خوض معركة إعلامية لتصحيح وتوضيح الواقع الحقيقي للقضية، مواجهة حملات التضليل والتزييف، وهناك إشكال حقيقي. وأنا هنا أحيل قبل لا، إذا عدتم نأخذ منبر من المنابر اللي هو منبر المحرر، لمشيتوا المكتبة الوطنية وشفتوا المجهود الإعلامي الذي كان يقوم به عمر بن جلون رحمة الله عليه في الفترة ديال أكتوبر نوفمبر 1975 في افتتاحيات المقالات. أنا قمت بهذا البحث، ذهبت للمكتبة الوطنية وطلبت هذيك الجرائد وبديت كنشد جريدة بجريدة من بعد ما غادرت الحكومة، وجدت فعلا معارك إعلامية. عندما كنت في الحكومة أصدرت سلسلة دفاتر الصحراء حوالي 20 كتيب للمرافعات الإعلامية التي كانت تتم خاصة في المرحلة ديال 75-85،
واحد المجهود كبير كان يبذل لتوفير المعلومه وتقديمها وترفع لها. اليوم عندنا تحدي ثاني، الجبهه المغاربيه. هذا مستجد، وجلالة الملك وجه رساله في الموضوع. الاعلام معني الانشغال من موقعه في اطار استقلاليته، هذه قضيه وطنيه. عندنا رساله ثانيه موجهه الى اوروبا. واضحه، وحدتنا الترابيه هي الاساس. في خطاب غشت 2022 جلالة الملك قال: قضية الصحراء هي النظارة التي ننظر بها إلى شركائنا. لا يمكن أن تستفيد من استقرار المغرب وفي نفس الوقت لا تعبر عن موقفك من قضية الصحراء. كانت رسالة واضحة أنها موجهة لفرنسا. اليوم رسالة ثانية للبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي. هل سيختار قرار محكمة العدل الأوروبية الذي جاء فاقدا للأساس القانوني السليم؟ أو ينطلق من المرتكزات القانونية التي تعتمدها الأمم المتحدة في الإطار. إذا هذه رسالة. ورسالة ثالثة للأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها. 2018-2019 جاءت الملك وجه رسالة للأمم المتحدة في قضية القرقرات. إما أن تتحمل مسؤوليتها وإما أن المغرب سيتحمل مسؤوليته. فعلا هذا أدى إلى ما حصل في نوفمبر 2020. اليوم جاءت الملك يقول هذا الأمر. بخصوص حطين نهائي للنزاع، الان عندنا عمليا عندنا ثلاث دول في اعضاء مجلس الامن من الاعضاء الدائمين، لان بريطانيا في اتفاق الشراكه الذي وقع بعد خروجها من البريكسيت ادمجت المنتجات القادمه من الصحراء في الاتفاق. عمليا ثلاث دول. والهزيمه النكراء التي عاشتها الجزائر عندما تقدمت بمقترح في الاجتماع الاخير لمجلس الامن من اجل توسيع اختصاصات المينورسو، كيف ان غالبيه الدول وقفت ضد هذا واحد التحول. طيب، في ظل هذه الرسائل الثلاث، هذه الجبهات الثلاث، الامم المتحده، الاتحاد الاوروبي، المجال المغاربي، نحتاج الى تعبئه وطنيه، نحتاج الى بناء وعي، نحتاج الى مواجهه الوعي السائد، نحتاج الى ترافع اعلامي رقمي. بماذا سنترافع؟ لماذا الرقمي بالذات تركيزكم على؟ تماما، التركيز على الرقمي اليوم الأجيال الشابة، لأن أنا أجمع بين معطيين، هنالك متغير رقمي ومتغير ديموغرافي مرتبط بالأجيال الشابة الصاعدة، سواء عندنا أو في الخارج. الوصول إلى الشباب اليوم لا يمكن أن يتم من غير الواجهة الرقمية. منصات التواصل الاجتماعي الآن شبك فيسبوك مثلا في المغرب الآن أزيد من 25، يعني تقريبا نقدر نقولوا ساكنة المغرب فوق 15 عام كل فرد عنده منصة فيسبوك. ولكن ليس فقط فيسبوك، الواتساب، بودكاست، وسيلة البودكاست التي يقع بثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي سواء كان تيك توك أو كان انستغرام أو كان فيسبوك أو كان الواتساب. يعني الآن نحتاج إلى أن نعيد صياغة تفكيرنا في الموضوع، اشتغالنا في الموضوع. اولا نحتاج الى ارساء ما يمكن تسميته بنظام يقظه ورصد وتتبع لما يبث وينشر على مستوى العالم الرقمي، ويؤدي الى تشكيل صوره وتحديد اجنده وبناء سرديه وبناء واقع غير الواقع الفعلي عن طريق، لان في الاعلام الان علينا ان ننسى المرحله الاولى في الاعلام اللي كانت تقوم على ان التواصل هو رساله ومرسل ومتلقي. ديك المرحلة الأولى ديال الأربعينات جات من بعد المرحلة ديال الستينات والسبعينات اللي ولات السياسة ديال الاتصال هي سياسة تحديد أجندة، ما هي القضايا التي يعتبرها المجتمع هي القضايا ذات الأولوية، وتقدر تكون ماشي هي القضايا الحقيقية. تحديد الأجندة هو سيتين دي أجندة. ومن بعد جات واحد المرحلة ثالثة هو بناء الواقع، أنك تنتج واحد السردية عبر منظومة الاتصال، وتلك السردية فيها تحديد الاجنده وفيها الرساله التواصليه التي تريد ايصالها. طيب، انظمه رصد، هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه صناعه المحتوى. دابا الان من يصنع المحتوى؟ سمحني هنا غادي نقاطعك لاني انا اسارع الزمن. ما عنديش اشكال، انا بالعكس سعيد بالمقاطعه ديالك، تساعدني على المحتوى. ركزت كثير على الاليه، وركزت كثير على التحول اللي شهدوا المشهد الاعلامي كصناعه اعلاميه. فعلا العالم يتشكل، نحن الان الاذاعه والتلفزيون اعلام كلاسيكي متجرس بهذا المفهوم، ولكن صناعه الراي العام
وتقوية الجبهة الداخلية وتشكيل رأي عام وطني بهذا المفهوم للقضية الوطنية لا يجب أن يكون مناسباتية. لاحظ معي الجبهة الداخلية متى تعبأ؟ في المناسبات الوطنية بنفس المنهجية وبنفس الطريقة والميكانيزم. وأتحدث هنا عن أجهزة الدولة، كما نشتغل على المستوى الدبلوماسي والنجاحات التي نحصدها وراءها آليات، ميزانيات، خطط، برامج نحصد نتائجها أوتوماتيكي، واحد زي واحد يعطي اثنين. الآن كيف ستفعل كل ما ذكرته من تحديات بجسم إعلامي مهترئ؟ وسمح لي على العبارة. قضية أنا بالنسبة إلي احترامي كامل للزملاء، ولكن حرقة من يزاول المهنة، من يزاول المهنة من يحترق نارا على المهنة. ويجب أن نعلم عندما قلت هنالك منظومة تبدأ بعملية الرصد وصناعة المحتوى وبثه وإدارة التفاعل حوله، هذه رباعية. ممتاز. هذه الرباعية عندما أقول بأنه حاليا تجاوزنا المنطق المناسباتي، لأنه لأخذنا هي المثال ديال صندوق دعم الأفلام الوثائقية، هذه عملية صناعة محتوى. إذا ذهبنا إلى صندوق دعم الأفلام الوثائقية بالمركز السينمائي المغربي، عندنا 15 مليون درهم سنويا في ثلاثة ديال المحطات، تقدم مشاريع من قبل المبدعين فيهم شباب الآن جيل جديد، والدعم 15 مليون درهم هذا الغلاف المالي السنوي يرصد، وهنالك مهرجان لتقييم هذه الأعمال سينمائية وثائقية، لأن إنتاج المحتوى دابا إنتاج المحتوى الآن في العالم الرقمي هو محتوى سمعي بصري. صحيح. يستعمل الوسائط الحديثة مثل الأنفوغرافيك، ويعمل على إيصال الرسالة في وقت وجيز. صحيح. ما بقاش نعم البودكاست كيما نتحدث في مده طويله، هذه التجربه الان ديال الجزيره واللي انتقلت الى المغرب، ولكن من بعد النجاح ديالها في الولايات المتحده الامريكيه. ولكن الان عندما نتحدث عن المحتوى، نتحدث عن محتوى متعدد الابعاد ومتعدد المكونات، لان فيه سمعي بصري وفيه الانفوغرافيكس يعني الصور المبيانيه. طيب وفيه تقييم. المكتوب اعطيني تقييم الأفلام، قلت حضرتك بأنه الصندوق صندوق الدعم للأفلام الوثائقية الحس المجال الحسالي في تقييم منذ متى انطلق؟ أنا نعطيك متى و تقييم دابا تعطيني شوية الوقت، لأن قلت لي صناعة المحتوى، صناعة المحتوى كاين المحتوى السمعي البصري، هذا كله رقمي، ولكن صناعة محتوى وثائقي، صناعة محتوى إخباري، صناعة محتوى تحليلي، يعني محتوى متعدد الأبعاد. هذا يقصدي ماذا؟ يقصدي كما قلت، لأن الآلية عندما طرحت في 2015 كانت أول بداية، في فبراير 2015 صدق على أول دفتر تحملات في المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي لذلك. اليوم عندنا مكتبة وثائقية وتشارك في بعض المهرجانات. نعم لم نصل إلى مستوى من الزخم الذي يحدث التحول، لكن الآن عدد من المهرجانات في تونس، في مصر، في عدد من الدول، بدأنا نشهد تقديم أفلام مرتبطة بالمجال الثقافي الصحراوي الحساني تاريخا وثقافة وواقع، وهذا واحد شيء مهم بدأ يقع. المحتوى السمعي البصري لا أقول من قبل الإعلام، لأن قضية إنتاج المحتوى عالميا الآن، الذين يشتغلون في مجال سياسات الاتصال الجماهيري لبناء وعي والتصدي لما يقع بثه من أخبار زائفة في الإعلام الرقمي وكذا، لا ينخرط فيه فقط الإعلاميون، لأنه فعلا أنا نعطيك تقييم الآن، ما يقع بثه من محتوى رقمي حول القضية الوطنية جله لا ينتجه الإعلاميون. لماذا؟ إنتاج الجزيرة ما تبثه من وسائل على منصات البودكاست وعلى والأشهر والأكثر رواجا في العالم العربي والعالم، حتى الجوائز حصلوها على العالم الغربي، هم الصحفيين الجزيرة، وجوه ونجوم الجزيرة. ولكن ما المانع من أن يكون نجوم تلفزيوناتنا لا تعوزنا، لا القناة الثانية ولا الأولى ولا ميديا تيفي ولا حتى النجومية موجودة. أنا بالنسبة إلي القضية أكبر، لأن
لخدينا النموذج الانجلوساكسوني حاليا، الرهان ليس على وسائل الاعلام، الرهان على الفاعلين في المجال الاعلام. والفاعل في المجال الاعلام قد يكون استاذ جامعي باحث متخصص، قد يكون اعلامي صحفي، قد يكون مؤثر رقمي، قد بغض، لان الهدف هو ان تصل الرساله بمحتوى قوي ومؤثر. ولكن اذا وصلت من يتقن المهنه ويجيد، والاهم انه له خلفيه سياسيه بالملف، هاضم الملف. باش لا بغيتي حوار خصك تعطيني الوقت. وللاسف الشديد انا هضمت حتى حق من هو على يساري والكلام معه، ودفع ثمن غاليا يبدو انه، لانه الوقت انا اختصر لك الجواب. الان التحدي المطروح عندنا، عندنا جبهه، ثلاث جبهات مطروحه. المفروض تعبئة تستثمر الامكانيات التي يتيحها الاعلام الرقمي. المبادرات من مغاربه في قناه الجزيره يعملون على بث محتوى رقمي صحيح مناصر لقضية الوحدة الترابية، بلغ صداه وأثره صحيح، ما هو هذا هو اللي مستوى أكبر. الأمر يتعلق أول عنصر، المبادرة الذاتية. أنا أعطيك مثال، أنا دخلت للإعلام في 1900 أبريل 1998 وأصدرت أول مقالة الأولى المتعلقة بقضية الوحدة الترابية في خريف 1998. بادرت أول خطوة، ذهبت إلى بعثة الأمم المتحدة بالرباط خلف وزارة الخارجية، طلبت تقارير الأمين العام حول الأمم المتحدة حول الصحراء، استخرجت منها مقالا دراسة نشرت في 4 حلقات في جريدة الراية في 1998 حول خط الأمم المتحدة، قضية الصحراء وخطة الأمم المتحدة. وكانت تلك المبادرة الذاتية، لأن عنصر المبادرة الذاتية هو هذه القضية إعلاميا لا يمكن أن نتصور النجاح فيها إذا لم يكن هنالك عنصر المبادرة. ولكن اليوم المبادرات ذاتية صحيح، هو المسألة الترافع نتفق عليها، على أنه حتى الكل، القضية قضية الكل، وبالتالي مسألة الترافع. سأقول لك جواب صريح، الكل من حقه أن يترافع. أنا أقول لك جواب صريح ونختم به. لا يمكن أن نعالج اختلالات الإعلام المغربي عبر مشكلة الصحراء. مشكلة الصحراء تقتضي أولوية سنتحرك فيها، إذا لم يرد الإعلام أن يتحرك فيها شأنه، سنتحرك وسنشتغل ولكن بذراع إعلامي، ولكن بذراع إعلامي منهج وخطط له سنبلغ. لكن إذا لم أنا الذي سأحاورك الآن. لماذا لم تطلقي أنت مبادرات في هذا المجال؟ أطلقتها وهي، ما هو المشكل فيها؟ الإشكال ليس على المجال الرقمي، لأن المجال الرقمي لازلنا في استراتيجية، ولكن البرنامج موجود على قناة تلفزية ويذاع ويترافع، وهو الأول من نوعه على قضية الصحراء. ولماذا تبخسين جهود؟ لا أبخس، ولكن أريد هذه الطفرة الرقمية التي أنت من أطلقتها ومن قدتها كسياسة حكومة، أريد أن يتشبع بها الفاعل الحكومي وأن يطبقها. بما أنك حملت الفكرة وأتيتنا بالفكرة، نحن في 2024 والوقت يداهمنا على جميع الأصعدة، لماذا لا نشتغل بها ويتم إنزالها على هذا القطاع البئيس؟ كل القطاعات تقدمت خطوات سهلة. اليوم إذا أردت أن تكون قويا وأن تترافع عن قضيتك، يجب أن يكون لك موطئ قدم على الساحة الرقمية والأذرع الإعلامية. قناتك في الأساس أن تكون قناة على متن قوة التنافسية. الجزيرة في دويلة مساحتها صغيرة جدا استطاعت أن توقف العالم بأذرع إعلامية. سمح لي سأكون جد غير عادلة معك في أنا كان عندي رغبة أن نناقش كيف يمكن أن نحرر أو نطلق مسار للإعلام المغربي عبره ينخرط في مواجهة التحديات التي طرحتها. وعندما كنت بصدد الجواب قلت أن نعزز أنظمة القراءة واليقظة، أن نؤهل جيل جديد من الإعلاميين في صناعة المحتوى، أن نؤهل على استثمار تقنيات البث الحديثة التي يتيحها الإعلام الرقمي،
ليس لنا خيار آخر إلا أن نقوم بذلك. وإذا لم ينخرط فيه الإعلاميون الحاليون سيخرج جيل من الإعلاميين انخرط في ذلك، لأن دوام الحال من المحال. صحيح. صحيح. واليوم هنالك مبادرات إعلامية كثيرة في العالم الرقمي، كثيرة انخرط فيها جيل شاب جديد، يعني العشرينيات وحتى الثلاثينيات. وهذه المبادرات هي التي علينا اليوم أن نركزها، وإذا ما توسعت أن نتبناها بالأساس، نتبناها كما قلت ونوسع منها وننخرط في دعم المنخرطين في دعم يعني شبابها خاصة، وأن المضمون، لأن صناعة المحتوى الرقمي هو ليس فقط مجرد تقنيات وصور وأشكال، هو أيضا محتوى مضمون ورسالة، مضمون ترافعي. طيب يعتمد الحجة والإقناع. أستاذي شكرا جزيلا لك. الأستاذ مصطفى الخلفي سأتوجه للأسف الشديد منحتك الأول، لأن مسار الإعلام وشجون الإعلام لا تنتهي، والقضية بالأساس التي وضعناها موضوع هذه الندوة هي الترافع الإعلامي. والموضوع يا أستاذ الخلفي فيه الكثير ما يقال، أنت خبرت الكواليس العمل الحكومي فيه. الآن البعد والتحديات التي يطرحها الملف على المستوى الدولي. أستاذ مصطفى الخلفي مشكورا، أيضا عمل إحاطة للملف على المستوى التاريخي وتوطئة تاريخية. أريد أن تكون محينا لمعلوماتنا بقراءة الأستاذ الجامعي الخبير في العلاقات الدولية. هذا القرار الأخير أريدك أن تنطلق به التحديات في ظل الواقع السياسي الحالي، أمريكا ترامب، فرنسا ماكرون، وأيضا إسبانيا والحكومة الإسبانية، وتليها أيضا ألمانيا. شكرا.